السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في خميس سيدي حجاج ولاد مراح بقليم الصطاد، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرة والجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية. كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد، اهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 3 في شهر جوج 2022 في سيدي حجاج هذا بكرك السامي كي تشوفوا معنا. كرك بغاو 1,085,000 اللي بغاو ياك؟ 1,085,000 اخويا اللي بغاو، 1,085,000 بغاوها فيه. هاد العرض كسابي فرخ زين هنايا في سيدي حجاج ولاد مراح. نحييو اي مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا بكم جميعا. الفيديو امتى كتلوحي؟ اليوم نحطو في القناة ماشي تلوح. امتى تحطي؟ اليوم ان شاء الله شي ربع ساعة ولا هاد الخيرات. سيدي حجاج ولاد مراح بكرك السابي واش حرس سي احمد؟ بقينا الله. هذا الرجل بقى وشري في البقر الكسابي احمد جفاف باش معروف، رجل مخير رجل زين معروف هنا في ثلاث ولاد او خميس سيدي حجاج ولاد مراح. بقي ما عطاوش، بقي الله يا ربي سهل لي. ابو عزة شادرون بولا ها رقوشي لاباس بخير؟ وشحال الخيرات؟ عطونا 1,010,000 هذوك الربع جملة. 1,010,000 كي تشوفوا جولة كسابيين في سيدي حجاج ولاد مراح. تيقول لك 10,500 درهم هادو جملة. تبارك الله هاد الصفار هاد البلجيكي كي تشوفوا معنا سيدي حجاج بولاد مراح. وهادو شحال الكوشي؟ 170 تما جملة. تما جملة 170 كي تشوفوا معنا في سيدي حجاج ولاد مراح. هاد الخيرات تنوريوها لحباب تاعنا اي مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا بكم جميعا. سيدي حجاج ولاد مراح الخيرات تنوريوها جميع المشاهدين قناة زيتون مرجان في المكان. عيالات رجال وبنات ولاد مالي القرى مالي البادية مالي الفيلاجات، تحياتيهم كاميرا من شاهد قناة زيتون مرجان. والناس اللي تكتب لنا التعاليق عيالات رجال وبنات ولاد تحياتي كاميرا لهم. والناس مالي الإدارات الكبرى من شاهد قناة زيتون مرجان تحياتي ليهم جميعا. شحال هاد الشيء على القرا؟ شحال هاد؟ 30 مشري اليوم هذا؟ درهم اليوم؟ درهم شاريه اليوم ب 11,000 تاع الدرهم. وهذاك اللي ملهي؟ باش خديه؟ عطاوك فيه شي ربح؟ عطاهم 70. عطاهم 70 في هذا. كي تشوفوا سيدي حجاج بولاد مراح شنو جات تابي؟
ياسو تعال كل نهار تقول جات تلو والله ما عاد والله ما نخزن واخا شحال هذا 184 اللي بغيتي فيه اللي عاطينا شريتيها اليوم شحال باش خدتي نقول هي 84 عطاوك 84 عطاوك فلوسك كيما تشوفوا الخيرات بسيدي حجاج مولات مراح تنوريوها للجميع مشاهدين قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن أحبابنا أهلا بكم جميعا 9000 و... كنديروا في القناة كنديروا في القناة في الدار البيضاء هذا ما صورش كنديروا في الريق الناشف اش في القناة؟ ها هنا في التليفون اش في التليفون؟ في الدار البيضاء شكون هما؟ ها؟ شكون؟ كنديروا على زيتون المرجان أيه زيتون المرجان كنديروا على زيتون المرجان مرحبا مرحبا يعاونوا الكسابه راه في الحال اشكرك يا سيدي يعاونوا يجي الخلات وقص الثمن راه الكسام مسكين شافيها شافيها راه 110 120 115 العام اللي فات ومن هذا في هذه الحياه اشكرك سيدي هذه الحياه تنخرس على الكسام ياك واخا فيها الخير اسيدي تنحيي كل مشاهد قناه سيدي المرجان هادو حبابنا تا هما نمسيد حجاج بولاد براها مرحبا بينا عفين يا ربي ها الدعوة زوينة سمعتيها ايوا انا درت الحياة وخرجت عليكم ياك سيدي انت حاضر ومن ما بقيتيش ضاري ولا ينقب ياك صافي شحال اللي بغيتي فيه عطاوك شي حاجة شاريها اليوم شحال باش خدتي ثمان الاف وخمسمائة مية وسبعين باش خاتو هاد العشر ثمان الاف وخمسمائة تاع الدرهم هنا يا سيدي حجاج بولا تمراح كي تشوفوا هاد الخيرات تاع جولة كسابيين راه السلعة مولفة تكون كثيرة هنايا وين الرواج شوية قاضي ها ناقصة 1000 درهم كما قال محمد تبيع وشري في البقال الكتابي ناقصة 1000 درهم على حساب باش يوكلوها يا كاس محمد باش يلا يصيروا هذيك 1000 درهم الحمد لله الخيرات راه موجودة والرواج شوية ثقيل البيع والشراء شوية ثقيل غير شي حاجة مليحة شي حاجة سوبر هي اللي تتباع أكثر باش نوريوها للحباب تاعنا وراه الثمنات كل حاجة والثمن تاعها شحال؟ اللي عطاوك فيها؟ كساب ولا بقاو شراي؟ ها كساب؟ وما بعتيش كساب وما بعتيش؟ ما قنعتيش؟ ها؟ ما قسمش الله كيما قال هذا الرجل هنايا في خميس سيدي حجاج بولاد مراح هذه 24 اللي بغيتي فيها واش عطاوك واش شاريها اليوم؟ 14 شحال خدتيها؟ ب 10 حيت كاين المارك واخا هادي وهادي ماشي بلجيكية هادي بيضة هادي بلجيكية ايوه 90 قلجو باش خديتيها ولا عطاوها لك؟ لا ب 86 عطاكم 100 درهم عطاوها لكم خدوها ب 86 4300 وعطاهم 4400 تاع الدرهم هنايا في سيدي حجاج بولاد مراح نحيي اي مشاهد قناه زيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن احبابنا اهلا بكم جميعا صيفطنا شحال هذا سي احمد مليون و6000 مليون و6000 اللي عطاوك ولا بغيتيها واش عطاوها لك ولا بغيتيها بغيتيها ما عطاوهاش ليا زين شحال خدتيها هاد ما عطاوك حتى حاجه شحال عطاوك وبيع له وانتم سمايل ياك تفرشوا لا تباعوا لا زاد ما لاقش
ان شاء الله خير. مليحه زيتوني مليحه سلعه. الله يسهل لك سي احمد.